أخطر جاسوس في تاريخ البلاد العربية، الجاسوس اللي تسبب في تغيير خريطة الوطن العربي كله، وتسبب كمان في زراعة اليهود في فلسطين. فمين هو الجاسوس ده والملقب بملك الجواسيس وشهرته لورنس العرب؟ وإيه حكاية اللي عمله لصالح بريطانيا والغرب، وإزاي قدر يكسب ثقة زعماء العرب ويخدعهم في نفس الوقت؟ وإزاي كمان قاد العرب للثورة ضد الدولة العثمانية لحد ما قضى عليها؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي، بس لازم طبعا نسمع الحلقة للنهاية. اتولد توماس إدوارد لورنس في بريطانيا، وبالتحديد في يوم 16 أغسطس سنة 1888، وكان نتيجة لعلاقة غير شرعية ما بين أبوه والخادمة سارة جوينز. اتعلم لورنس الفترة في مدارس فرنسا بحكم إن أبوه أخدهم وعاشوا فيها، ولكن دراسته الثانوية ومن بعدها كلية العلوم والآثار خلصها في بريطانيا. كان لورنس مع بداية دخوله للجامعة اتعرض لحادث اتسبب في كسر رجليه وأجبره إنه ما يتحركش من سريره لفترة، فاستغل الأزمة دي في صالحه وقرر إنه يمارس هوايته في القراية بشكل مكثف عن ما كان متعود قبل كده. فقرأ كتب كتير في مجالات مختلفة زي أدب الجاسوسية وعلوم الآثار والتاريخ، ومن خلال قراءاته اتأثر بشخصية نابليون والحملات الصليبية، فبدأ يبقى عنده فضول يقرأ أكتر ويدرس التخطيط والتكتيك العسكري، وتأثر جدا بكتاب اسمه الصحراء العربية من تأليف الكاتب شارلي داني، ومن الكتاب ده زاد فضوله لدراسة حضارة وثقافة العرب. وبعد ما تعافى لورنس وبدأ يتحرك بشكل طبيعي، راح عشان يناقش عصارة أفكاره من الكتب اللي قراها طول فترة مرضه مع أستاذه في الجامعة البروفيسور جيمس هوجرت، وده بقى كان عميل بارز ومهم في المخابرات البريطانية، واللي انبهر جدا بذكاء لورنس لما بدأ يناقشه في أفكاره، وحس إنه عبقري زي ده ممكن يكون مكسب كبير جدا للمخابرات البريطانية، فضموا ليها فعلا بشكل غير مباشر ومن غير ما يعرفوا أي حاجة، ووفر ليه رحلات أبحاث على حساب الجامعة كانت أهمها رحلة للمنطقة العربية عشان يعمل فيها بحث بعنوان تأثير الصليبيين على فن النحت في العصور الوسطى. وفعلا سافر لورنس ورجع ببحثه اللي انبهر بيه جدا البروفيسور جيمس، وسلم نسخة منه لرؤسائه في المخابرات البريطانية اللي انبهروا هم كمان بعبقرية لورنس وأسلوبه في التحليل والدراسة، ففتحوا لي ملف رسمي باسمه في المخابرات البريطانية وبرقم 3174. وفضل لورنس شغال على عمال فترة مع المخابرات البريطانية من غير ما يعرف وبتكليفات من أستاذه جيمس، لحد ما تخرج من الجامعة في سنة 1910، وبعته بعدها بسنة البروفيسور في رحلة تانية لبلاد العرب، والمرة دي الهدف كان بحث جديد عن القلاع الأثرية في بلاد الشام، وطلب منه دراسة مفصلة في البحث ومعلومات بعينها كانت في حقيقتها بتخدم أغراض المخابرات البريطانية. وطبعا الطلب ده والسفرية دي كلها قابلهم حماس شديد من لورنس الهاوي لدراسة واستكشاف البلاد العربية، لدرجة انه في خلال فترة رحلته ليها اتعلم اللغة العربية الفصحى وكمان اللهجة البدوية، لحد ما رجع لبريطانيا ببحث شامل عن طبيعة البلاد العربية، ورسم لهم كمان فوق البيعة خريطة لخط السكة الحديد للدولة العثمانية وقتها، وقدم معلومات جغرافية وسياسية وثقافية عن العرب وبلادهم، اللي بقت بعد كده مرجع للمخابرات البريطانية في التخطيط لاحتلال البلاد العربية وتقسيمها زي ما هنعرف بعد شوية. ونسيب لورنس على جنب ونروح لبداية مخطط اليهود في إقامة دولة ليهم في فلسطين، واللي كان في نفس التوقيت اللي بتدبر فيه بريطانيا وحلفائها مؤامرة إسقاط الدولة العثمانية. وخلونا نقول إن اليهود كانوا بدأوا محاولاتهم بالفعل قبلها بأكتر من 100 سنة مع أكتر من حاكم من حكام الدولة العثمانية وبشكل مباشر في محاولة منهم عشان يدوهم القدس وتبقى دولة ليهم بأي تمن، ولكن في كل مرة ومع كل حاكم عثماني حاولوا معاه كان الرفض بيكون من نصيبهم، وكانت آخر محاولاتهم مع السلطان عبد الحميد الثاني، واللي من بعدها جت ليهم فكرة إسقاط الدولة العثمانية كلها وإشعال الفتن في البلاد العربية عشان ساعتها يخلى ليهم الجو ويسيطروا على القدس في وقت غفلة وضعف العرب،
وطبعا الناس دي وبمجرد ما بيخطر في بالها فكرة بتحطها فورا في حيز التنفيذ، وبناء على كده كون جماعة من اليهود حزب الترقي السياسي في تركيا، وكونوا من خلال الحزب ده جبهة معارضة ومؤامرات ضد سياسة عبد الحميد الثاني، لحد ما نجحوا فعلا في عزله عن الحكم في سنة 1909، ومن بعدها نصبوا حكام على هواهم عشان يحطوا من خلالهم السم في العسل ويكرهوا العرب في حكم الدولة العثمانية، وده اللي حصل بالفعل. وعلى ايد الحكام اللي جم برعاية وتدبير اليهود شاف العرب من الدولة العثمانية كل اشكال العنصرية والتعالي. ونرجع تاني لصاحبنا لورنس اللي في سنة 1914 وبعد ما قامت الحرب العالمية الاولى انضم وقتها للخدمة وبقى ضابط احتياط في الجيش البريطاني، وبعتوه كخبير خرائط عشان يساعد الجنرال جيلبرت كلايتون في مصر اللي كانت وقتها طبعا تحت الحكم البريطاني. وانبهر كلايتون بلورنس لما شاف خبراته في خرائط وجغرافيا المنطقة العربية وعبقريته في التخطيط، فبعت توصية للمخابرات البريطانية عشان يضموا لورنس بشكل رسمي ليهم، وبالفعل حصل وبقى لورنس رئيس المكتب العربي التابع للمخابرات البريطانية في مصر، ومنه جند العملاء والجواسيس وخطط لعمليات الفوضى والتخريب والتحريض على الثورة ضد الدولة العثمانية في الوطن العربي، لحد ما بقى الجو مناسب جدا لهزيمة الدولة العثمانية والقضاء عليها تماما في المنطقة. فكتب المندوب السامي البريطاني في مصر هنري ماكماهون خطته في هزيمة العثمانيين وتقسيم البلاد العربية، وراح للشريف حسين بنفسه وأقنعه بأنه يقود العرب ضد الدولة العثمانية بحكم شعبيته في وسطهم، وقال له أن بريطانيا هتدعمه وهيعترفوا بيه كحاكم على العرب في الشام والعراق والجزيرة العربية. في الوقت ده بقى كانت بريطانيا محتاجة دعم أمريكا في حربها ضد الألمان، فطلب وزير الخارجية جيمس بيلفور من الرئيس الأمريكي والسون أنه ينضم للحلفاء، فوافق فعلا الرئيس والسون ولكن بشرط مساعدة بريطانيا لليهود في إقامة وطن ليهم في فلسطين، بحكم يعني ان بريطانيا كانت ايديها طايلة في البلاد العربية وقتها اكتر من امريكا. فقام صاحبنا بيلفور ما ترددش لحظة ووافق على الشرط ده، واجتمع بكبار المسؤولين اليهود في امريكا ووعدهم بوعده المشؤوم اللي تسمى وعد بيلفور، وهو الوعد بإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين بعد ما يتم هزيمة والقضاء على الدولة العثمانية. وفي سنة 1916 بدأ الشريف حسين ينفذ خطة ماكماهون وأعلن الحرب على الدولة العثمانية ووحد العرب على طردهم من كل البلاد العربية، ولكن في البداية انهزمت القوات العربية، فبعتت المخابرات البريطانية للشريف حسين الثعلب والخبير بتاعها لورنس عشان يدرس معاه أسباب الهزيمة ويعمل تقرير ليهم في أسرع وقت، والتقرير الأهم اللي كانوا محتاجين إن هم يعرفوه هو حال ووضع القوات اللي كانت مع الشريف حسين في معاركه ضد العثمانيين. فكتب لورنس في تقريره إن العرب عندهم حماس وإصرار شديد على طرد العثمانيين من بلادهم، ولكن محتاجين توجيه عسكري محترف اكتر واسلحة احدث من اللي كانت معاهم، واكد في تقريره كمان انه ما ينفعش بريطانيا او اي دولة اجنبية تحارب معاهم بشكل مباشر، عشان ساعتها طبعا ممكن العثمانيين يستغلوا ده ويكسبوا تعاطف الشعوب العربية لما الناس تشوف ان القوات الغربية هي اللي هتيجي بعدهم عشان يحتلوا اراضيهم العربية. وهنا يجي الدور الأكبر لصاحبنا لورنس اللي اندمج تماما في وسط العرب وبقى واحد منهم، وده بعد ما قدر يكسب ثقة الشريف حسين وأولاده وكل شيوخ القبائل العربية، وكان مفهمهم انه بيساعدهم لأنه في الحقيقة عربي زيهم من أصل سوري. ومع الوقت بقى لورنس المستشار العسكري والسياسي للشريف حسين، وقاد بنفسه القوات العربية بعد ما قسمهم لثلاث جبهات مختلفة بقيادة أبناء الشريف حسين الثلاثة عبد الله وفيصل وزيد، والهدف كان السيطرة على مكة والمدينة والمواني المختلفة والمناطق الحدودية، وأول عملية بدأ بيها هي ضرب خطوط السكة الحديد عشان يمنع المدد عن القوات العثمانية.
وقدر لورنس يحقق انتصارات بالقوات العربية ومن أول شهور الحرب وفي كل الجبهات ما عدا المدينة المنورة اللي كانت تحت قيادة فخر الدين باشا اللي قاوم شويتين تلاتة قبل ما يحصل باقي القوات العثمانية في الهزيمة على إيد قوات الشريف حسين. عشان تنهزم الدولة العثمانية في البلاد العربية والعالم كله رسميا في سنة 1918، ويرجع بعدها لورنس على بريطانيا بعد ما أنهى مهمته بنجاح واعتبرته بريطانيا بطل قومي قام بأعظم مهمة في تاريخها. ولكن لورنس ما كانش فرحان قوي بالإنجاز ده، وكان بيحس أحيانا بتأنيب الضمير من ناحية العرب اللي وثقوا فيه واعتبروه واحد منهم، وبناء على تأنيب الضمير ده رفض وسام الحرب من ملك بريطانيا، ورفض كمان ياخد معاش من الجيش البريطاني. في الوقت ده بقى كان الأمير فيصل ابن الشريف حسين قام بإعلان مملكة سوريا تحت حكمه في سنة 1920، وكانت بتضم كل بلاد الشام، وما كانش يعرف حاجة طبعا عن مذكرة مكمهون وخطة تقسيم البلاد العربية اللي كانت بتقول ان سوريا ولبنان من نصيب فرنسا والعراق والاردن وفلسطين من نصيب بريطانيا. وبناء على كده طردت فرنسا الامير فيصل من الشام وقعدوا مكانه، فبعدها وضحت الصورة للعرب وبانت خيانة لورنس ليهم، وبقى مطلوب منهم للعقاب واعدامه. ولكن لورنس حاول يمتص غضبهم وأقنع بريطانيا وفرنسا إن الحكام على البلاد العربية لازم يكونوا عرب ولكن موالين ليهم في نفس الوقت، لأن بريطانيا وفرنسا لو حكموا العرب بشكل مباشر هتبان الحقيقة قدام العالم عن طمعهم في البلاد العربية، وهيستغل العثمانيين الموقف ده وممكن ينجحوا في عمل ثورة مضادة ويرجعوا حكمهم في المنطقة. وفعلا اقتنع جميع الاطراف بوجهة نظر لورنس، فعينت الحكومة البريطانية الامير فيصل الاول ملك على العراق والامير عبد الله ابن الحسين ملك على الاردن، اما الشريف حسين فاعترض على تعيينه ملك على الحجاز لانه كان مستني انه يكون ملك على العرب زي ما وعده مكمهون، فسلطت بريطانيا عليه الامير عبد العزيز ال سعود امير نجد وقتها، واللي قدر فعلا يسيطر على حكم الحجاز واتنفى الشريف حسين لجزيرة قبرص. ويسيب لورنس كل الصراعات دي لما بدأ يحس بالخطر على حياته، ويسيب كمان الجيش البريطاني والمخابرات ويروح يعيش في كوخ صغير في مدينة أوكسفورد، وهناك ألف كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة واللي كتب فيه كتير من أسرار حياته في المنطقة العربية. ولكن بعدها بشهور يدخل لورنس المستشفى في حادثة موتوسيكل غريبة، ويقعد في المستشفى 6 أيام يموت بعدها في يوم 19 مايو سنة 1935 عن عمر 46 سنة، ويتقال بعدها ان حادثة وفاته كانت مدبرة من أطراف مجهولة، ولكن محدش عرف مين هما الأطراف دول ولا حتى ظهر أي شواهد بتأكد فعلا إن موته كان مدبر مش قضاء وقدر. وإحنا كعرب مش فارق معانا كتير ندور في أسباب موته، بس اللي فرق معانا بجد وفي مستقبلنا كله هو اللي عمله فينا توماس إدوارد لورنس، واللي بيه غير معالم المنطقة كلها وزرع الخونة واليهود في وسطينا. شكرا على حسن استماعكم، وكان معاكم احمد شوقي.